يقول سؤال من خارج هذه البلاد، يقول عندنا شيخ ضال في بلدنا، يقول عندنا شيخ ضال في بلدنا يدعو الناس للذهاب إلى الأولياء ودعائهم من دون الله، ويفتيهم بأن هذا ليس بشرك إلا عند الوهابيين على حد قوله. الحمد لله أنه شرك عند الوهابيين، هذا شرك في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والوهابيون يقولون بذلك، هذه شهادة للوهابيين أنهم على حق. نعم.